بسم الله الرحمن الرحيم. إذن مع التمرين الثالث حول دوران المستوى A B C مثلث قائم الزوايا متساوي الساقين في A و O منتصف B C. إذن مثلث قائم الزوايا متساوي الساقين في A متساوي الساقين ان هذا الضلع كيساوي هذا الضلع وقائم الزاويه في ا. الوغ او منتصف بي سي، او منتصف بي سي او منتصف بي سي. هذا المثلث كيفاش غيكون بعدا بلا ما نكملوا القرايه؟ المثلث معروف متساوي الساقين وقائم في ا، دونك هاد الزاويه غتساوي 45، هاد الزاويه غتساوي 45، وكذلك الواسط نتاع هاد القطعه اللي مر من او يمر من الراس لانه متساوي الساقين، دونك يمر من الراس. يعني هذا هو الواسط نتاع القطعه بي سي، يمر من الراس. وكذلك عندي هاد الضلع كيساوي هاد الضلع كيساوي هاد الضلع، هذا كيساوي هذا كيساوي هذا، واضح؟ علاش؟ لانه متساوي الساقين وقائم في ا. دونك من خلال هذا المعطى ان المثلث متساوي الساقين وقائم في الراس، اول حاجه الواسط نتاع يعني الوتر يمر من الراس. ثاني حاجه ان المسافه بين او بي و او سي و او ا متساوي متقيسه، يعني او ا كتساوي او بي كتساوي او سي، يعني هذا انطلاقا فقط من المعطى الاول. اي وجي نقطة بحيث اي تساوي 1 على 3 ا بي، 1 على 3 غنقسم ا بي على 3، اي هي 1 على 3 ا بي. دونك هنا 1 على 3 نقسم على 3 غتعطينا هنا ا اي جي و زوج على 3، ا جي كتساوي جوج على 3 ا سي، اذا ا جي كتساوي جوج على 3 ا سي، جوج على 3 ا سي. دونك جوج على ثلاثة، ألور ها واحد على ثلاثة، زوج على ثلاثة، دونك جوج على ثلاثة، دونك هنا غتكون جي. مزيان. السؤال: باستعمال دوران مناسب بين أن أو إي جي مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين، بين أن أو إي جي قائم الزاوية ومتساوي الساقين، شكون هو أو إي جي؟ إذن الآن خصنا نجاوبو على السؤال تاعنا باستعمال دوران مناسب بين أن أو إي جي مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين في أو. باش يكون قائم الزاوية ومتساوي الساقين في أو خص تكون عندي أو إي، دونك هذا هو المطلوب، نكتبها حدايا هنايا باش نعرف. خص تكون عندي أو إي تساوي أو جي، خص تكون أو إي أو جي تساوي إما بي على جوج ولا ناقص بي على جوج، إما بي على جوج ولا ناقص بي على جوج، بليس دو كابي، صحيح؟ إلوغ شكون هو الدورة اللي غنفترض؟ باش نلقى هاد جوج علاقات بكل بساطة، خصني نفترض واحد الدورة المركز نتاعو أو، والزاوية نتاعو بي على جوج ولا ناقص بي على جوج، غنشوف، المركز نتاعو أو، دونك ليكون دوران إل، ولا نعتبر دوران، دوران ا او، غادي نجربو بي على زوج ونشوف غير في البرية. ياك لدينا ا بي سي وقائم في ا و او منتصف بي سي، يعني شنو غتعطيني هاد المعطيات؟ اعطينا ان او ا كتساوي او بي كتساوي او سي، وهنا غادي تكون زاويه قائمه ضروري، هنا 45 درجه وهذا منصف الزاويه 45، هنا غادي تكون 90 درجه،
و او ا او بي و ا او بي دونك غتستوعب على جوج و او سي او ا او سي او ا كتساوي كذلك بي على جوج دو بي بتقدير دو بي. مزيان. اذا شكون هو الدوران اللي غيحول مثلا ار بي؟ ار بي تكون الزاويه بي على جوج. دونك صافي هذا هو الدوران. لدينا لاحظوا معايا مزيان خصني نبين ان ار دو اي كتساوي جي. لدينا ار دو ا بهذا الدوران. ار دو ا شنو هي؟ هي بي. علاش؟ لان او ا هي مركز او ا، لان او ا كتساوي او بي هي، ولان الزاويه او ا او بي كتساوي بي على جوج هي صحيح. و ار دو سي اش كتساوي؟ ار دو سي هي ا، ار دو سي تساوي ا. مزيان. دونك ار دو سي كتساوي هي هذيك. ولدينا لاحظوا معايا مزيان، نفترض ان ونفترض دونك بي سي او سي نفترض ان ار دو جي تساوي اي، نفترض ان ار دو جي عفوا ار دو جي تساوي جي فتحه. نفترض ان ار دو جي تساوي جي فتحه. مزيان. علاش؟ علاش افترضت هذا؟ باش نبين ان جي فتحه هي اي، باش نبين ان جي فتحه هي اي. وبما ان شوفوا معايا مزيان، غير راه دابا تمرني بالك شويه نشبكوا، ولكن راه تقريبا واضح من ساليو. وبما ان دونك عندنا ار دو جي تساوي جي فتحه، وبما ان العلاقه اللي عندي هنا عندي ان ا اي عفوا ا جي ا جي اش كتساوي؟ تساوي جي على ثلاثة ا سي، ياك ا جي كتساوي جي على ثلاثة ا سي. يعني ولا فإن ا جي كتساوي جي على ثلاثة ا سي صورة ا شنو هي؟ هي بي. يعني غتكون عندي بي صورة جي هي جي فتحة تساوي جوج على ثلاثة صورة ا. شنو هي بي؟ صورة سي هي، صورة سي هي ا بي ا. مزيان. الوغ خصني نبين ان جي فتحة هي اي. باش نبين ان جي فتحة هي اي خصني ندخل ا هنا، وهذه نخليها ماشي مشكل. الا دخلنا ا هنا شنو تولي؟ يعني لاحظ معايا مزيان، هنا دخلنا ا تولي بي ا زائد ا جي فتحة تساوي جوج على ثلاثة بي ا، ياك؟ يعني ا جي فتحة اش كيساوي؟ جوج على ثلاثة بي ا ناقص بي ا، يعني ناقص واحد على ثلاثة. هادي ناقص بي ا يعني ناقص ثلاثة على ثلاثة بي ا، يعني ناقص واحد على ثلاثة بي ا. نقدرو نقلبو الإشارة تولي واحد على ثلاثة ا بي. لاحظ معايا مزيان، ا جي فتحة تساوي واحد على ثلاثة ا بي. شكون لي كتساوي واحد على ثلاثة ا بي؟ هي ا اي. يعني هادي كتساوي اي ا جي فتحة تساوي ا اي، اي جي فتحة هي اي. اذا عندنا ار دو جي فتحة كتساوي عفوا يعني جي فتحة كتساوي اي، يعني ار دو جي هي اي. اذا ار دو جي تساوي اي، غادي نمسح ونكسلها. اذا ار دو جي تساوي اي. دونك اذا ار دو جي تساوي. شوف انا باش بديت يعني الطلب الاشتغال فكرت كيفاش نبين ان هذا المثلث قائم وتساوي الساقين في او. فكرت انه الضوء واحد الدوران تكون اما عنده بي على زوج ولا ناقص بي على زوج، متفقين؟ ان الشكل اصلا عندي فيه زوايا قائمه بزاف، ياك؟ ثانيا باش نبين انه ار دو اي تساوي جي خصني نلقى ان او اي كتساوي او جي، ونلقى بان ما او اي او جي كتساوي بي على جوج. دونك هذا هو الدوران. ممكن تختار دوران اخر وتوصل لنفس النتيجه، واضح؟ ممكن تختار دوران اخر وتوصل لنفس النتيجه. اذا حنا انطلقنا من هذا الدوران والحمد لله وصلنا لنتيجه ايجابيه. اذا ار دو جي تساوي اي. الوغ شنو كتعني ار دو جي تساوي اي؟ يعني او اي تساوي او جي، و او اي او جي تساوي على جوج. اي او اي جي متساوي
ساقي وقائم في او صافي انتهى التمرين. واضح التمرين بدا منا وكمل له. نتلاقاو ان شاء الله في تمرين اخر. الله يوفقك.